قطعي بقاورات كان شبلاي هكتار مريت بمسنو لمالمات يسرى مهنون يقوندر كتما قبرنا ممري استاوغا مسنون بمدقم بامت تولت كيزينا بلاي مرت لماغنيات زيجو مهنات جونم ياكبابيو ارسوات دروتش تاناقروال هايلو مامو تج اماري اللو بغوندر كتما استدادر كمي جنيو يغتر قبليوش مكاكلان دو بوهنو بساينا سابيا قبلي نواري نتاچون كادر رغو عرسوا دروش مكاكلان دو يهونو تارسوا در دمو زامار سوست ما دي متقا مري تاچولا يكرم تون يزنابوك تتقمو يا مراتو تن سبلا چون سب سبوال اهون دقمو مسنون بمتقم تجم ماري مرتل مامرت يتقونو هزرتو ينبرو بلغانو نهون تاچدو هلي تاچدو دمو لبغا لمسنو عتقلت يتزقاجنو كاروتم تلايو كتلاكتروشنو تقل قومن قوستا منامن يتكاكل زاب بيقاتلم سندية لمزرات الناس والن هلت سوسك زي ما عزمر بامت تقمالو بقا هلوم نگر وناقر وطنشي وده دولان جو هلوم نگر بتام يبقا تقل تا تقمالو بغندر كتماس تدادر بالو ليلوش قبليوش نوار يونو عرسوا دروچم لكن دارسوا در دموز هلو بقتا يبقا ورات باقا باباچه ميگنيو ها کالاتن تتقمو بمسنو لمالمات يسرونو ماركوس منگشا بلالوين عرسوا درنين ياو باتكلتنا بكرم تازمرانو متاكا ياو عند اكتار تاكل ميوانا اللي مريت ناواني هنن كرم تلا ياو يتلا يو سابلوچين اندا تيافم اندا سنديم تاكا مبتا اللوين يا كرم توازمرا ياو لابيت يتوسن ميتاك منال نجي ياو اني بابزان ياو اتكلتو لينو تكورتي ستاونم لوت يا متاوتين يكتما وطام منم يقزاوبت باتكلتون كارو تارجو يقويوت مريتنا اون الاسلشوالوين ياو دنچم لتلنين تقل قومنم تاكيالوين كاروتم لزارانين سمي ورق مكوان تبالالو كرمت بقلونا طيف زرچ كرمك سوس قدا مريتنا اون سن بقلونا استديمو يو نوري دمو قطلا قطلوچن قومنوچن منوچن يراكنو يمسنو مريت نلت نلت يو قومنونم سلاطاونم شونكرتونم دنچونم يتاكلنا نالمال اتو درسان دارگي يگوندر كتما گبرنا ممريا اتكلت فرافري مسنو اتقاكم بود مري ناتشو بكتما استدادرو بكتاي بگاورات كا 1000 بلاي هكتار مريت بمسنو لمالمات يتسرا مونون تقومو كسو سراش مادابريانا كمرت زرا قربوت گار تيايزو يميتايو چگروچ لمقرف ترت يتدرگ اندميگنيا استاوقوال 1309 هكتار لمالمات قرن زگچنا اتناكن بيقبلوچ ياندندو قبلي በጂ ፒኤስ መሬት ተለክቶ ሚሳተፉ አርሶ አደሮች ደግሞ ምን ያህል መሬት አላቸው ምን ያህል ተሳታፊ ያሉን በማለት በጂ ፒኤስ ተለክቶ የቅድመ ዝግጅቱን ስራ አጠናቀናል ከ14 ኩንታል በላይ የአትክልት ዘር መሬት ላይ ፈሶ እሱ ችግኙ ተፈልቶ አጠቃላይ ለተከላ ዝግጁ ሆኗል በወቅታዊ ችግር ምክንያት የማዳበሪያ አቅርቦቱ በመዘግየቱ እርሻውን አርሰን ማዳበሪያው አሁን በሰዓቱ ለአርሶ አደሩ ዘር ለጀመሩ አርሶ አደሮች ሊቀርብልን ባለመቻሩ እኛና አርሶ አደሮች ሁለታችንን ጠያቂና ተጠያቂ ሆነን አንዳንድ ችግሮች ገጥመዋል ይሄ ደግሞ ክልል ግብርና ቢሮንም ጠይቀናል በቀጣይ በሳምንት ውስጥ መፍትሄ ይፈታል ተብሏል እንግዲህ አርሶውም የሚጠብቁ አርሶ አደሮች በሚቀጥለው ሳምንት ማዳበሪያውም ቀርቦ ዘሩም ይዘራል የሚል ግንዛቤ ነው ያለ በተያዘ የምርት ዘመን በጎንደር ከተማ አስተዳደር በሚገኙ 11 ቀበሌዎች 8573 ሄክታር መሬት በተለያዩ የሰብል አይነቶች የለማ የሚገኝ ሲሆን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በደረሱ ሰብሎች ላይ የሰብል ብክነት እንዳይከሰት የቅድመ ጥንቃቄ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ የሰብል ልማት ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ፋሲካ አለሜ ናቸው በዚህ አመት የ8573 ሄክታር የሚታረስ ማሳለን ከዚህ ውስጥ ወደ 216000 ኩንታል ነው እና መርታለን ብለን እንትን ያልነው ያሰብነው እንደቅድ የታዘው አሁን ቅድመ ምርት ግምገማ እየተካሄደ ነው ያለ በቁመ ነው ያንዳንዱ ቀበሌ ጎጥ በጎጥ ደረጃ የግብር ኃይል የተባሳ ግብር ኃይል እንዲያቋቁም አድርገን ቀበሌ መምሪያ ላይ አንዳንድ መምሪያ ሙያተኛ አንዱ ቀበሌ አንድ መምሪያ ሙያተኛ በመመደብ ክትትል እንዲያደርጉ ያው በግብር ኃይሉ መሰረት ተባዩን ከሌላ ቦታ እየተከሰተ ያለውን ያንበጣ የተምች ተባይ ክትትል እንዲያደርጉ ከወቅታዊ በራሪ ጽሑፍ በማዘጋጀት ወቅታዊ ሁኔታዎችን እያየነ ያው ቀበሌ ላይ እንዲደርስ እያደረግን ነው በጎንደር ከተማ አስተዳደር በቀጣይ የበጋውራት 176000 ኩንታል ምርት በመስኖ ለማልማት እየተሰራ መሆኑን ከከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያሳያል።